انا عايز اتوقف هنا لحظه. طالما ان جاء ذكر الكابتن عبد الله السعيد، انا مش مبسوط من المعالجات، بعض المعالجات، معظم المعالجات فيها نضج يعني، أي سواء الاعلاميه او اللي داخل الاهلي او اللي على السوشيال ميديا، لكن بعض المعالجات بتستوقفني. هو احنا ليه نتعامل بهذه العاطفه الجامحه التي تغيب العقل؟ انا عندي لعيبه كبار جدا، من المهم جدا ان ابقيها في النادي الاهلي، سعادتنا تكتمل لو استنوا. طبعا مين مش عايز ان الكابتن عبد الله السعيد والكابتن احمد فتحي يستنوا عندنا؟ لقيمتهم، لان هم اللي بتنافسوا على اللقب احسن لاعب السنه دي، لان هم عمد منتخب مصر، لان كمان تاتي لحظه تشعر بالغيره، ها لو نجم كبير عندك بطل بره صفوفك، نوع من الحب المفرط يعني. طيب اذا ما حصلش، اتنين لعيبه جاي لهم عروض ما نعلمش. طب من غير ما نقول اللي يحصل وما يحصلش، لا بس لحظه واحده، ممكن ناجل ده لانه عندنا كلام مهم جدا عن عبد الله وعن فتحي في جزء مخصص ليهم بالكامل. طب هقول جمله واحده عشان بس ايه الناس ما توقفش عند الكلمه دي، هنرجع بتفاصيل اكتر. لكن ان يهتف او يظن البعض ان عدم توقيع اللعيبه لتجديد العقد هذه مساله يستحق عليها اللوم او العتاب او المبالغه في رده الفعل، كلام غير ناضج وغير مقبول. دي لعيبه غير اهلاوي، غير ناضج. ما هو اي شيء غير ناضج مش اهلاوي. يعني انت لعيبه اخلصت لك واديتك، وانت اخلصت لها واديتها، اضفنا الى بعض الكثير. ليه جمله حلوه قوي هي ان يبقى بحب او يرحل باحترام. هذا هو الكلام. اذا بقي مزيد من الحب والتقدير، اذا رحل لن ينتقص الامر من حبنا لهم واحترامنا ليهم. نقول لهم بالتوفيق، ربنا يوفقكم وتوصلوا للي انتم عايزينه، ويبقى كل همنا ان احنا نشتغل عشان نعوض اذا كان هذا الغياب هيبقى له تأثير فني.